السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد أن عطلت الاعتراضات السياسية وعطلت آلية توزيع رئاسات اللجان النيابية ودخلت حيز الخلاف، تمكن مجلس النواب بجلسة اليوم الأحد من حسم رئاسات اللجان المهمة والمصنفة ضمن النوع ألف، على أن يجري استكمال ما تبقى من باء وجيم في مقبل الجلسات، شريطة توفر المناخ السياسي الداعم لعبورها بر الأمان إذا ما بقى الاتفاق سائدا بأن يكون توزيع هذه المناصب حسب الثقل البرلماني لكل كتلة. ومع إكمال الشطر الأول من اللجان النيابية اللي تعد أداة العمل والعصب الرئيس في التشريع والرقابة، فإن المجلس مطالب بإكمال المهمة وطوي هاي الصفحة اللي توقف عندها كثيرا، والانتقال نحو مساحات إحياء القوانين المزدحمة على الرفوف ورقابة الأداء الحكومي. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هاي الليلة راح تحدث عن الظروف السياسية والإخفاقات في إدارة زمام الأمور اللي حدثت في الحكومة الماضية واللي ألقت بظلالها السلبية على عدة مشاريع وقرارات كان المفترض أن تمضي بها الحكومة السابقة. وبعد تسليم المهام الرسمية إلى حكومة الخدمات الحالية، تم تسليمها صحراء جرداء لا توجد أرضية مهيئة للمضي بالقرارات لصالح البلد، وكانت ضمن هذه القرارات هو قانون الموازنة العامة للبلد، فغالبي فهنالك جاءت نتيجة الظروف. لكن رغم هذه العراقيل إلا أن الحكومة الحالية تسعى لتقديمها في أفضل حالاتها وبالسرعة اللي لا تضر في نوعيتها. هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نتحدث عنها تباعا، ونفتح هذه الملفات مع ضيفنا الكرام. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم السيد النائب حسين السعبري. حياك الله أستاذ حسين ضيفا كريما. نتحدث عن قراءة حضرتك لهذه الخطوة اللي نعتبر خطوة أولى اللي قام بها البرلمان من اختيار رؤساء لبعض اللجان المهمة اللي صنفت من فئة ألف، ووجهات النظر التي اختلفت مع هذه الخيارات كيف تنظر إليها، وحضرتك نائب مستقل. حياكم الله وحيا الله جمهوركم الكريم وقناتكم الكريمة. مثل ما تعرفون جنابكم الكريم، اليوم الحقيقة هذه الموضوع، هذه الخطوة كانت كلش مهمة، وخطوة هي متأخرة في مجلس النواب، لأنه مثل ما تعرفون أنه اللجان هي المطبخ الحقيقي للقوانين والتشريعات والتعديلات والمراقبة. تعطيل هذه اللجان كان يعني سبب الكثير من التأخير في عمل مجلس النواب. اليوم ولله الحمد تم يعني التصويت على اللجان أليف، اللي هي لجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة النزاهة والقانون، اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار. وإن شاء الله غدا راح يكتمل الأعداد الأخرى. يعني للحقيقة أنه هذه اللجان يظهر يعني هاي السنة معروفة في مجلس النواب متفق عليها. أولا أكو هناك تقسيم مكوناتي، وهو المكون الشيعي والمكون السني والمكون الأكرادي والأقليات، هذا يعني تم مراعاته بتقسيم هذه اللجان، بالإضافة إلى مراعاة الأعداد
من مجلس النواب في الكتل والأحزاب، لكن وهذا يعني أتمنى أن يوصل إلى جميع الأخوة في الكتل والأحزاب الكبيرة سابقتنا، أنه اليوم أكو شكوى من الأخوة في الحركات الناشئة الكتل الجديدة. نعم. مثل إشراقة، اليوم إشراقة أصدرت بيان وانسحبت من هذا الموضوع لأنه حست بالغبن الحقيقة، بعض التقسيمات ما كانت بالمستوى المطلوب، والمفروض كان الأخوة يراعون موضوع المعارضة، المعارضة الإيجابية. الكتل الناشئة اللي ما دخلت في تشكيل الحكومة كان من المفروض أن تراعى وتعطى أو تمكن من هذه اللجان، من رئاساتها، من نيابة، من النيابة مالتها، لكن يعني للحقيقة ما كان أكو ذاك الإنصاف بهذا الموضوع. طيب، المناخ السياسي إذا ما تحدثنا عنه واللي يعتمد حسب الثقل البرلماني اللي وصفته حضرتك خطوة لإكمال الجزء الأغلب من رؤساء اللجان الرئيسية، هنا نتحدث عنها، هل راح يستمر هذا النظام في بقية اللجان من فئة باء وجيم باعتبار أن المجلس صوت فقط على الفقرة ألف؟ يعني هو صحيح عملية ديمقراطية وصحيح العملية التصويت، واليوم تمت يعني من ضمنها احنا كانت لجنة الاستثمار، هذا موجود، لكن القائد لهذه العملية هو التوافق السياسي والاتفاقات، وأصور يعني راح تكتمل إن شاء الله، لأنه العملية بدأت تمضي، والعملية يعني بها مصلحة عامة، أنه توقف اللجان سبب هواية من الحرج. إحنا اليوم أمامنا الكثير من القوانين المهمة، ويعني مقبلين على قانون الموازنة، أنا أصور خلال هالعشرة أيام إلى أسبوعين احتمال يوصل إلى مجلس النواب، لابد أن تكون مهيئة هذه اللجان لاستقبال هكذا قوانين. أكو عندنا قوانين مهمة، قانون النفط والغاز، هواي قوانين لابد أن نكون مهيئين، لابد أن تكون اللجان عاملة على يعني عاملة بقوة ومهيئة، وجميع الأخوة النواب يكون حاضرين حتى يضعون البصمة الحقيقية من خلال لجانهم. طيب، هذه البصمة الحقيقية اللي تحدث عن حضرتك أستاذ حسين، يعني اليوم من خلال الرصد الإعلامي للجلسة لاحظنا بأنه هنالك مشاركة واسعة خصوصا من قبل النواب المستقلين في الاختيار كرؤساء أو أعضاء للجان، وهو أمر صحي ربما ما ائتلفناه أو ما أصبح هذا المشهد مألوف في الدورات السابقة. يعني تعرف جنابك، هذه المرة أكو فد شيء جديد في هذه الدورة، وهو ولادة المستقلين. نعم. الأخوة المستقلين يعني أولا من باب التكليف الوطني والتكليف الشرعي راح تلقاهم حاضرين في اللجان وفي الجلسات، أكثر الجلسات إذا تلاحظون، إذا تأخذون قوائم الجلسات والحضور راح تلقى أغلب الأخوة المستقلين حاضرين في، طبعا من كل الجوانب، من الجانب الكردي والشيعي والسني، أغلب الأخوة النواب المستقلين حاضرين. هذا مو يعني مدحا بيهم ولا عفوا ذم يكون للأخوة النواب الباقين، لكن هسه هذول الناس جايين بحرقة قلب، باندفاع قوي، هذا يعني شيء إيجابي، لكن أرجع أقول أنه هذه الحرقة وهذا الحضور وهذا الاندفاع يعني ما قوبل صحيح، يعني صار غبن لهذه الحركات وللأخوة المستقلين. أما حضورهم نشوفهم في كل اللجان اليوم حاضرين وصوتوا، ويعني والمفروض يمشي يعني عجلة التقدم لمجلس النواب لابد أن تمضي. نتحدث أيضا سيادة النائب ما استغرق مجلس النواب في هذا الاتفاق، يعني هذا الموضوع بصراحة يعد ليس بالهين لما نتحدث عن سنة وأكثر من سنة ورئاسة اللجان وعضوية اللجان لحد الآن لم تكتمل، بالتالي ضرورة التحرك بخطوات نيابية، هذه الخطوات تكون على أقل تقدير كفيلة بإنجاز القوانين المعطلة والمزدحمة في أدراج مجلس النواب، فضلا عن مراقبة الأداء الحكومي. ونتحدث هنا عن هذه العلاقة التكاملية بين الجهة التشريعية والجهة التنفيذية. أحسنتم، هو الحقيقة يعني بالنسبة لي للجان ورئاسات اللجان والنيابات كانت موجودة، يعني كان كبير السن هو رئيس اللجنة، وكان
يعني من المكون مثلا الكردي النائب والمكون السني نائب ويعني متوزعة. يعني هي ما نقول توقفت 100%، كان أكو عمل، إحنا في لجاننا كان أكو عمل واجتماعات ومحاضر اجتماعات وحركة على الدوائر وعلى الوزارات، وكان أكو تواصل مع السادة الوزراء ومع المدراء العامين. لكن أنت اليوم إذا كنت منتخب يعني حقيقي نائب حقيقي في اللجنة، مو مثل ما تكون يعني تمثيل لهذا الموضوع. إحنا كان المفروض يعني هذا الموضوع يجزم من زمان، لكن تعرفون الظروف اللي مر بها مجلس النواب وانسحاب الأخوة في الكتلة الصدرية ومجيء البدلاء ومن ثم إلغاء اللجان. إذا أنتم تعرفون قبل الجلسة اللي مضت الأخيرة هو تم بقرار تصويت على إلغاء جميع اللجان وإعادة التصويت مرة ثانية على أعضاء اللجان، وأنه اشتغلنا على موضوع يعني النظام الداخلي وهو خلال لازم المفروض خلال 10 أيام. اليوم يعني تم ولله الحمد يعني قسم منهم تم يعني انتخاب رؤساء ونواب، وإن شاء الله غدا سوف تمضي باقي اللجان. طيب هذه اللجان لو تحدثنا عنها، يعني برأيك هل تقسيم هذه الفئات أصبح لأهمية هذه اللجان وثقلها داخل مجلس النواب أم لعلاقتها مع الجهات المناظرة لها في الجانب التنفيذي؟ نتحدث عن لجنة الأمن والدفاع النيابية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة البرلمانية القانونية، التخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى الاستثمار والتنمية والنقل والنفط والطاقة. يعني هذه اللجان تأخذ أهميتها من أهمية الوزارات المناظرة لها؟ هسه مرة تكون لها أهمية بخصوص الوزارة المناظرة لها. يعني اليوم أنت تعرف من تكون اللجنة المالية مقابل وزير المالية، أنتم كل تعرفون اليوم إحنا أهم قانون في البلد هو قانون الموازنة، لأن هذا يعني قوت الشعب، و يعني الوزارات تعتمد على هذه الوزارة. فأنت راح تشوف عضو اللجنة المالية عضو مؤثر في باقي الدوائر، لذلك قوة اللجنة من قوة الوزارة المناظرة إلها. هذا جانب. الجانب الآخر مثل ما قلت لك كان التقسيم وكأنه عرف، يعني الأخوة في مجلس النواب هذا عرف ما يعني سائد، أنه اللجنة من تكون اللجنة أليف للمكون الفلاني لابد أن تكون الوزارة المناظرة للمكون الآخر. نعم. وهذا يعني شيء الحقيقة أكو بعض الأعراف لا بأس بها جيدة، لكن اليوم كان أكو فد حركة من بعض الأخوة النواب الأكراد والشيعة والمستقلين رادوا يطلعون عن هذا العرف، لكن مثل ما تعرف الاتفاقات قوية ورصينة. نعم. وما قدروا يعني يغيرون من هذه الاتفاقات. طيب يعني هي الأعراف أصبحت لازمة أكثر لربما حتى من القانون والدستور، بالتالي نتحدث عن هذه المعادلات السياسية اللي يعني شهدتها حضرتك اليوم، ونتحدث هنا أيضا عن الاعتراضات السياسية اللي يعني رافقت عملية توزيع أو اختيار آلية التوزيع. لا، هي الآلية آلية ديمقراطية، يعني حتى نكون صريحين آلية ديمقراطية، وكان اختيار يعني حر واختيار يعني بآلية ديمقراطية وصندوق انتخابات. ولكن ولذلك كان ليش قلت لك رادوا يكسرون هذا العرف، يعني المفروض مثلا اكو اتفاق انه النائب الاول فلاني من الكتلة الفلانية من المكون الفلاني، لكن احنا بعض الأخوة النواب المستقلين رشحوا وجابوا يعني تقريبا نفس الاعداد وانعادت مره ثانيه. يعني هذا يظهر هو حتى احنا من سالناهم، لان باعتبار احنا الدوره الاولى من سالناهم قالوا هاي اول مره يصير عندنا انه مرشح يرشح بدون اتفاق ويحصل على مثلا نصف الاصوات، لكن ما تجاوزوا، لانه تعرف لازم بالدوره يكون نصف زائد واحد. ولذلك اكو الكثير من اليوم من اللجان انعاد التصويت بها اكثر من مره، يعني جوله ثانيه اقصد، لأنه أكو بعض الأخوة النواب طلعوا عن العرف هذا اللي هو متفق عليه. هذا شيء أنا أحسه يعني إيجابي، هذا شيء جديد لا بأس به، لأنه صحيح
العرف موجود، لكن احنا اليوم لازم نوصل للشيء المثالي من الديمقراطية، هو هذا المثالي. لكن احنا تدري نتعامل واقع يعني موجود، العراق هذا واقع الحال، احنا كله احنا اخوة، السنة والكردي والشيعي، وحتى لا يصير بها تهميش، وإلا إذا رجعت للانتخابات الحقيقية ممكن الأخوة النواب الشيعة يأخذون كل الرئاسات، لأن احنا كل لجاننا التمثيل بها المكون الشيعي 50+1، يعني نصف زائد واحد، فممكن يأخذون كل اللجان، لكن لأنه احنا أخوة في بلد واحد في مكان واحد، والظاهر هذا القبلنا ثبتوا هذا الموضوع وماشيين به. طيب، مو هنا عندنا قضية أيضا لربما هي أهم من طريقة اختيار اللجان ونواب هذه اللجان ورؤساء هذه اللجان، نتحدث عن أهمية هذه اللجان بحد ذاتها كفاعلية. يعني لما نتحدث عن قوانين معطلة، جوانب رقابية معطلة، فبهاي الحالة أنه راح نتحدث عن تعطيل حقيقي لمجلس النواب، وإحنا شهدنا تعطيل سابق، عدم فاعلية وعدم وجود البيئة الحقيقية والصحيحة لعمل مجلس النواب، ومن ثم أصبح التعطيل حتى في حضور النواب، ولكن اللجان ما مكتملة، تعطيل على تعطيل على تعطيل. إذن من الذي ينظر في احتياجات المواطن؟ لما وصفنا الحكومة حكومة خدمات، والكتل السياسية أجمعت بأن تكون هي خادمة للمواطن. يعني أحسنتم، أولا هو للمعروف أنه أولا بالنسبة قبل توزيع الأخوة النواب على اللجان كان أكو هناك يعني طلب أنه الرغبة والتخصص، يعني أغلب الكتل من فاتحت نوابها شافت رغبة النائب بيالجنة، ثانيا التخصص، وهذا مهم طبعا، تدري من يكون تخصصه في هذه اللجنة، من يكون هو رجل مثلا قانوني أو حقوقي وتحطه في دولة في لجنة القانوني في اللجنة القانونية، أو مثلا احنا بخصوص عملنا المستثمر اللي كان هو مستثمر وعنده باع في الاستثمار وفي التجارة، من يكون في لجنة الاستثمار هذا فاهم المشاكل، فاهم يقدر يشخصها، يقدر عنده حلول مهيئ لهذه اللجنة. فالتخصص مهم والرغبة مهمة والكفاءة مهمة. تبقى موضوع الحضور ويعني تواجدهم واجتماعاتهم وعملهم، هذا للحقيقة شفناه يتبع النائب نفسه. احنا كنا هاي السنة مثل ما قلت لك كنا نجتمع وكانت اللجنة موجودة واكو رئيس لجنة، لكن تلقى نائب مو يعني لا هو بهيئة الرئاسة لا بالرئاسة، ولكن هو يعني عنده قدرة جيدة وحركة، يعني نقول احنا بالعامية، وشوف إلى بصمة وحركة واجتماعاته حضوره وحضوره في باقي الدوائر التنفيذية. فالعملية الحقيقة العملية هم تتبع الكفاءة، الأخوة السادة النواب مو كفاءة وحدة، أكو من عندهم ناس عندهم خبرة وعندهم كفاءة وعندهم تخصص، وأكو منهم عندهم تجربة سابقة في البرلمان. فأتصور اليوم إذا انجمعت كل هذه المعطيات إن شاء الله راح يكون عمل البرلمان في هذه الدورة، أنا يعني متفائل إن شاء الله هذا عمل البرلمان في هذه الدورة إن شاء الله راح يعني ينطي نتائج أفضل من الدورات السابقة. طيب، ونتمنى هذا التفاؤل أن ينعكس حتى في ملفنا الثاني. أرجو أن تتفضل بقى معي سيادة النائب كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، راح أتحدث بهذا الملف عن المشهد السياسي اللي يستند على رمال تذرها رياح كيفما شاءت، أنيطت مهمة إصلاح الدمار إلى حكومة الخدمات، وهذا ما يحتاج وقت وجهد كبيرين، لكن هذا لا ينسجم مع الواقع، لذلك تأخير الموازنة يحتاج إلى تدقيق ومتابعة من كافة الجوانب اللي تلامس حياة المواطن، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان. في هذا الملف مشاهدي الأحبة راح نتابع تقرير الزميل نهى الشمري، وبعدها نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. تعقيدات وعراقيل تحول دون إقرار الموازنة طوال هذه المدة التي يترقب بها المواطن إطلاق صافرات إنهاء أشواط التدقيق والمتابعة من قبل وزارة المالية لحجم الإنفاق والاستثمار الذي سيقر في موازنة عام 2023.
عامان والبلد يقتات دون موازنة تسد احتياجاته، لكن اليوم باتت ضرورة ملحة خصوصا في ظل الوعود التي أطلقتها حكومة الخدمات ضمن البرنامج الحكومي الذي تم تنفيذ جزء منه لخدمة المواطن. أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب العراقي بالإسراع في إقرار هذه الموازنة ما أن تصل إلى مجلس النواب العراقي، لا أن تخضع إلى المزاجية السياسية، لا أن تخضع إلى الخلافات السياسية وإلى البعض يجيرها إنجازا لهذا الطرف أو ذلك الطرف. الإنجاز الأهم والأكبر هو رضا الشعب العراقي، ومن ثم أداء واجبات الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل أن تقوم بتفعيل برنامجها التنفيذي. 200 تريليون دينار عراقي مخصصات إجمالي الموازنة العامة المقرر إرسالها إلى البرلمان، منها المخصصات التشغيلية المقدرة ب 142 تريليون، و50 تريليون استثمارات لخدمة البلد وإصلاح الواقع. بهذا التقسيم ستدخل الموازنة إلى أروقة البرلمان لتختم بختم المصادقة من قبل أعضائه، لكن المتابعين للشأن السياسي يرون أن الموازنة قرينة التقارب ومدى اتساع شرخ الانشقاقات السياسية. قرار الموازنة من شأنه انطلاق العمل البدائي لجميع الدوائر والوزارات، فإن قرار الموازنة في الوقت الحالي من ضرورة وعمل أولويات الكتل السياسية بصورة عامة، فيجب ترك النزاعات والصراعات بمنحى آخر وإقرار الموازنة واستئجال هذا الأمر لانطلاق العمل في جميع الدوائر والوزارات العراقية. البرلمان محطة انتقالية لموازنة البلد التي يتأملها المواطن، في حين ترى الأوساط السياسية أن تأخير إرسال الموازنة سيمتد إلى نهاية شباط المقبل، يعزوها إلى تأخير حسم بعض الفقرات الخاصة بنسبة إقليم كردستان وإضافة النفقات التشغيلية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بالسيد النائب المستقل الأستاذ حسين السعبري، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي. حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ مع حضرتك دكتور ماجد، نتحدث عن المتغير الجديد اللي في الملف الأول ناقشناه مع السيد النائب. هذا المتغير هو اختيار رئيس اللجنة المالية البرلمانية ونواب هذه اللجنة. هل هذا يعني أن الأرضية التشريعية لمجلس النواب أصبحت مهيئة لاستقبال موازنة 23؟ أولا تحياتي لكم والضيف الكريم ولجمهوركم الأكرم. المسألة المطروحة هي هذه إداريات يجب أن تستكمل من أجل مناقشة الموازنة، واللجنة المالية كما تعلمون تلعب دور كبير جدا في مناقشة اللجنة المالية، وبعد ذلك تطرح التعديلات على مجلس النواب لإقرارها. ممكن يصير تجاذبات بينها وبين الحكومة، ممكن يصير تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة، ولكن قانونا لا يجوز زيادة النفقات وإنما يجوز تقليلها. هذه مبدأ موجود في ديوان في قانون إدارة الدين إدارة القانون المالية العام، ولذلك المطروح يعني إحدى أسس نجاح الموازنة هي تشكيل اللجنة المالية في مجلس النواب. طيب سيادة النائب، المتغيرات الأخيرة اللي طلعت على الساحة السياسية، يعني هنا نتحدث عن متغير آخر وهو قرار المحكمة الاتحادية وما تلاه من ردود. هل يعقد إقرار الموازنة العامة إذا ما اتخذ الملف أو القرار اللي صدر عن المحكمة الاتحادية ورقة ضاغطة واستعراضية، ونتحدث هنا عن التفاهمات بين المركز والإقليم؟ يعني هو مثل ما تعرفون بالنسبة لموضوع قرار المحكمة الاتحادية وقرارات القضاء، هي قرارات الفيصل، هي الشيء اللي لابد أن يلتزم به الحكومة الاتحادية، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. هذا شيء ما بي أي مجال يعني المناورة. هسه بدها تطرح هواي آراء سياسية بهذا الموضوع، لكن يبقى القضاء إلى يعني الكأس المعلى. هذا جانب. الجانب الآخر مثل ما تفضل جناب الدكتور، يعني هو بالنسبة للموازنة تحتاج اليوم تكون لجنة المالية لجنة مهيئة، لأن أنتم تعرفون
بالنسبة للموازنة راح الكثير من الملفات راح تتناولها، يعني ملف التعيينات اليوم انتم تعرفون اليوم الشباب يعني في على جميع الوزارات اكو مظاهرات، اليوم احنا يعني ملف التعيينات ملف كبير، ملف الخدمات، ملف الطاقة، ملفات كثيرة. المفروض العراقيين سواسية أمام الدستور ويعني لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات في كردستان وفي الجنوب، العراقي واحد. يعني اليوم احنا ما صور هذا القانون استهدف يعني الشعب في كردستان، لا، احنا مثل ما مطلوب من الحكومة الاتحادية تهيئة المبالغ لأقليم كردستان، على أقليم كردستان أن يلتزم بتسويق النفط بالطرق الصحيحة المطلوبة. وأتصور يعني إحنا اليوم بأمس الحاجة لقانون النفط والغاز حتى ينهي هاي الجدلية وهاي المشاكل. أتمنى إن شاء الله من جميع الأخوة في اللجان القانونية وفي لجنة الطاقة وكل اللجان الساندة لهذا الموضوع أن تنهي هذا المعضلة. قانون النفط والغاز راح يحل الكثير من المشاكل المتراكمة بين الأقليم وبين الحكومة المحلية. طيب يعني التسريبات الصادرة الاتحادية، عفوا. نعم دكتور ماجد، يتحدث السيد النائب عن هذه المشاكل اللي من المؤمل أن تحل بين المركز والأقليم، ويعني هذا أكو أيضا رأي سياسي، ولكن إذا ما ذهبنا إلى المنحى الاقتصادي، التسريبات الصادرة عن الموازنة الاتحادية تشير بأنها لامست الواقع ولامست القطاعات الأكثر تضررا، وبذلك يعني عد خبراء هذه الموازنة هي الأولى من نوعها اللي تتوافق مع البرنامج الحكومي. شلون نشوف ان هذه الرؤية من هذه الزاوية؟ سيدي التعليق الأول بس حول القضاء، بس حبيت أعلق شوية. فضل. القضاء هو المسطرة التي يقاس عليها السلوك السياسي بشكل عام. طيب. ولذلك السياسة هي لا تحكم القانون، والاتفاقيات السياسية قد تكون غير قانونية وغير دستورية، ولذلك القضاء هو الحكم في موضوع العملية النهائية لعملية تطبيق الدستور ونقض الاتفاقيات السياسية بشكل عام. للأسف الشديد هذا الدور لم يكن يراعى في السابق، ولكن الآن تم مراعاته بشكل حقيقي، وأعتقد قرار المحكمة الاتحادية قرار جيد جدا ويجب تطبيقه، وعلى القوى السياسية أن تتفق على كيفية الحل كما تم قالت المحكمة الاتحادية أنه يجب حل رواتب الموظفين الأكراد بأي شكل من الأشكال. الأعباء اللي صارت الآن، خلي بس نتكلم شوي بعض التفاصيل بالأرقام عن الموازنة. يعني ما أعلن وبشكل واقع من سيد رئيس مجلس الوزراء أن الرواتب والتعويضات الموظفين سترتفع من 42 تريليون دينار إلى أكثر من 61 تريليون دينار. يعني هذا الأبء الكبير، هذا بدي أتكلم عن النفقات الفعلية في عام 2021 اللي طبقت نفسها في عام 2022. فهذا الموضوع اللي صاير هو أبء كبير جدا على الموازنة، ناهيك عن جميع النفقات التشغيلية الأخرى من المعونات الاجتماعية والإعانات وكل القضايا الأخرى اللي حسب تقديرات موازنة 21 و22 هي تكون بحدود 32 تريليون عدا تسديد القروض وتسديد الكذا. فاحتمال النفقات التشغيلية والجارية وليس التشغيلية بما فيها الديون والمشاريع الخاصة راح تكون حدود 114 تريليون دينار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للموازنة. ولكن الوفر اللي موجوده في عام 2022 اعتقد ستغطي جزء كبير من موضوع التنميه الاقتصاديه، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع صندوق التنميه الذي يجب التاكيد عليه والتاكيد على المشاريع الاستراتيجيه الكبرى، بتروكيماويات، الاسمده، الادويه،
المشاريع الأخرى، الصناعات التعدينية الأخرى. هذه أعتقد من الضروري جذب الاستثمار بس بمساعدة الحكومة وبمساهمة الحكومة. طيب. هذا التوجه نحو التنمية الاقتصادية أعتقد سيحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي، وسيخفف الضغط على الحكومة من تحمل النفقات التشغيلية ونقلها على جهات إنتاجية أخرى تستطيع أن تتحمل مثل هذه النفقات. أستاذ حسين، سيادة النائب، أما تستمع إلى الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد لما يتحدث عن التركيز على الاستثمار وتقليل التشغيل، بهذه الحالة ننظر إلى مصلحة المواطن. البرلمان بكتله السياسية وعدوا بأنه راح تكون مصلحة المواطن هي في المقدمة، الحكومة وصفت نفسها بأنها حكومة خدمات، نتحدث عن العجز المتوقع في الموازنة من جهة، وهذا الشبح الذي يطارد أحلام المنتظرين لفرص التعيين، والدكتور يقول أنه نقلل الموازنة التشغيلية، في هذه الحالة ما راح يحدث لنا خلل معين وما راح نقدر نأدي الأداء الحقيقي في خدمة المواطن؟ يعني احنا الحقيقه اذا بقينا نستمر في التعيينات على القطاع الحكومي راح بعدين نصير عندنا مشكله. هو مثل ما تفضل الدكتور، انا صور يعني اللي عرفته 22 تريليون صعدت بسبب التعيينات. احنا مو ضد التعيينات، لكن احنا دوله احاديه الريع، ما عندنا غير النفطات. احنا اليوم يعني نطالب، وهذا نطالب الحكومة، وهذا اللي أشوفه يعني دولة رئيس الوزراء هم متوجه له، يعني أن يكون نعدد الريع، يعني ريع الحكومة. إحنا اليوم عندنا دعم القطاع الخاص، دعم القطاع الزراعي الصناعي الاستثمار، هذا كلش مهم. جلب الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق، إحنا لابد أن يعني نأخذ نفس تجربة البلدان الأخرى. احنا اليوم مثلا هاي قطر، شوفها موضوع الغاز، احنا لابد ان يستثمر موضوع الغاز بالعراق، الغاز المصاحب للنفط. نحتاج ان نطور مصافينا، يعني مصفى تكرار النفط، يعني هذا كلش مهم، لانه احنا اليوم اذا تعرفون اكثر، اصور اكثر من 6 مليار تذهب من الموازنه لدعم المنتوجات النفطيه، واحنا بلد سادس بلد بالنفط بالعالم. احنا اليوم المفروض احنا نصدر منتوجات، مو احنا نستورد ب 6 مليون ب 6 مليار نفط. موضوع مثلا الزراعه، اليوم احنا عندنا مساحات واسعه ومياه جوفيه جيده، واليوم بدا هذا التوجه باتجاه كربلاء باتجاه السماوه. المفروض يصير عندنا نوع من الاكتفاء، لان احنا وزاره التجاره أتصور هم تستورد أكثر من 10 مليار دولار حبوب. يعني هذه المواضيع إذا فعلا يعني انتبهنا لها وفعلا بدينا نشتغل عليها ونسوي يعني نعمل اكتفاء ذاتي وندفع باتجاه المصانع والمعامل والزراعة، أتصور ما راح يعني هذا الخوف من الدين والقرض وعدم إمكانية العراق أن تكون موازنته يعني تسد شعبه وناسه، أتصور هذا الموضوع راح نتخلص من عنده متى ما عدد يعني خلينا إيراداتنا متنوعة. ومثل ما تفضل الدكتور، معامل البتروكيماويات، إحنا المشكلة أنه الآن الفرصة مؤاتية، عندنا وفرة مالية، عندنا أمن لا بأس به، يعني اليوم الامن في العراق جيد، اكو شيء لازم نستثمره. اليوم الوضع الخارجي مثل ما تعرفون، الحرب الروسيه الاوكرانيه خلقت الكثير من المشاكل بالنسبه للدول الاوروبيه. اليوم الدول الاوروبيه تبحث عن السوق الواعده، والعراق يعتبر اليوم من الاسواق الجيده. اليوم حركه سيد دوله رئيس الوزراء باتجاه المانيا، باتجاه فرنسا، باتجاه الصين مطلوبة. اليوم الحركة السريعة واختزال الوقت والمضي بسرعة حتى ممكن نستثمر هذه الفرصة، لأن قد تكون هذه الفرصة ما تجينا بعد غير سنة، ما راح نحصل على هيك فرصة. اليوم عندنا وفرة مالية، يعني
الفرصة تمر مر السحاب. فنتمنى من الحكومة التنفيذية وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء أن لا يبخلوا بجهد وأن يوزعوا مهام العمل ويعني يختاروا وينتخبوا الناس اللي أصلاً هم اختصاص في هذا العمل. طيب. الناس الخبراء حتى يقدرون يحصلون على المعلومة وحتى يحصلون على المقترح الحقيقي. نعم. اليوم أنا أحتاج أعمل باتجاه التجارة، المفروض أذهب للتجار الحقيقيين الموجودين اللي عندهم خبرة، وإن أذهب النوب للصناعة يعني أطلب الصناعيين واتحاد الصناعات وأخذ من عندهم المعلومة الحقيقية. نتمنى من الأخوة أن يستثمرون هذا الوقت. سيادة النائب، ما دام أشرت أنه يعني موازنتنا أحادية الريع، هنا نتحدث دكتور ماجد عن سعر برميل النفط الخام، هل هو في ارتفاع في انخفاض؟ السعر اللي راح يثبت في الموازنة كيف سيكون وشنو انعكاساته؟ أيضا لما تمرر هذه الموازنة إذا ما حسب التسريبات أنها راح تطلع من التشريعي من التنفيذي وتذهب إلى التشريعي، الوقت اللازم لتمريرها وإمكانات التعديل على بنود الصرف المناقلة كيف ستكون وفقا لهذه المقتضيات؟ سؤال لي. نعم دكتور ماجد تفضل. عزيزي، المسألة اللي مطروحة هي الإجراءات اللي موجودة، إذا لم تحدث مناكفات سياسية وتوزيع المنافع، يعني توزيع الموازنة على أساس المنافع الذاتية والحزبية والمناطقية، أعتقد سنفشل في هذا. إذا ما استطعنا أن نتجنب كل هذه الأمور ونذهب إلى معاملة العراق كدولة متكاملة، أرض واحدة وشعب واحد، نستطيع ذاك الوقت أن نتكلم عن عملية تنمية. النقاشات اللي موجودة في مجلس النواب عادة تكون مناطقية على الأكثر وحزبية ومنفعية ذاتية، ولذلك الموضوع إذا ما استطعنا أن نتجنب ذلك، وهذا مطلوب من جميع السادة أعضاء مجلس النواب، إذا ما استطعنا أن نتجنب هذا الموضوع ونعلم ما هي متطلبات التنمية الاقتصادية وما هي متطلبات المجتمع العراقي، أعتقد سننجح. المشكلة الأساسية، نعم هناك قضايا كثيرة جدا آنية يجب أن تحل، موضوع الطبقات الهشة، موضوع الفقر، موضوع الأمية، موضوع هذه كلها يجب أن تحل، لكن حلها بهذه السرعة وبسنة واحدة أو خلال شهر أو شهرين مستحيلة، لكن التراكمات كبيرة جدا، ولذلك تم اللجوء إلى الاستجابة لبعض الضرورات في التوسع في النفقات التشغيلية، ولكن ما دام وفرة موجودة مالية يجب التفكير في المستقبل والتخفيف في الاتجاه التنمية وتخفيف في الاتجاه الاعتماد على الخارج. نحن نعتمد على الخارج بمسألتين أساسية، اللي هي صادراتنا من النفط تكون للخارج، وارداتنا واستيراداتنا من الخارج أيضا، ولا يوجد إنتاج محلي، ولذلك تأثير الخارج على العراق كبير جدا. ارتفعت أسعار النفط ارتاح الشعب العراقي، انخفضت أسعار النفط تألم الشعب العراقي وبدأت القروض تزداد. لا ننسى ما حدث في عام 2013 و14 من زيادة القروض إلى حوالي 76 تريليون دينار قروض داخلية فقط، ولا زالت لم تسدد لحد الآن، جزء كبير منها لم يسدد لحد الآن. طيب. وهذا عبء كبير على الدولة العراقية، على الحكومة العراقية، ولذلك التوجه نحو القروض نعم لا بأس به، ولكن من أجل التنمية وليس من أجل تغطية النفقات التشغيلية. مثل ما قال السيد النائب، يعني التوسع في التوظيف والتوسع في هذا سيؤدي إلى أعباء كثيرة جدا، بمجرد أن انخفضت أسعار النفط نحن سنعلن إفلاسنا لا طبعا افلاس العراق لا يمكن، سنلتجئ الى القروض المحليه وكثير وسيتم اصدار الكثير من الاوراق النقديه لتغطيه النفقات، ولذلك سيصبح التضخم، وبالتالي نرجع الى مساله الفقر والعوز وعدم التمكن من التنميه. لذلك التنميه في المجالات المختلفه، في جميع المجالات
ضرورية جدا من أجل تخفيف العبء على الحكومة العراقية للاعتماد على الخارج، وفي نفس الوقت من أجل تخفيف العبء النفقات التشغيلية والأمور غير المتعلقة بالدولة. التوسع في الإنتاج المحلي بكل جوانبه سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، الدولة هي التي تملك الأموال الأساسية، التركز في الأموال لدى الحكومة العراقية لدى الدولة، ولذلك يجب أن يكون لها دور في الوقت الحاضر، يجب أن يكون دور لها دور كبير جدا في عملية التنمية في القطاع العام وفي القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاص على هذه التنمية. ولكن الظروف الحالية الاعتماد على الموارد البشرية الحالية غير ممكن، لأنه يجب أن تكون، وهذا مخطط أيضا لبرنامج الوزارة، أنه التوسع في عملية تنمية الموارد البشرية من حيث الكفاءة والعمل، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا. لذلك طيب، هناك حلول كثيرة جدا للتوسع في الزراعة، هناك حلول كثيرة جدا للتوسع في الصناعة، ولكن المشكلة الأساسية تسمح لي، المشكلة الأساسية في عملية التنمية هي الكهرباء، ولحد الآن لم نستطع حل مشكلة الكهرباء. بدون حل مشكلة الكهرباء مشاكل آنية مرافقة التنمية. يعني هذه مشاكل بنيوية، المشاكل الآنية المرافقة سيادة النائب، نتحدث عن سعر صرف الدولار، ويعني في هذه الحالة إذا ما كان هنالك منصة يتم من خلالها بيع الدولار، فحسب خبراء اقتصاديين من المؤمل أن يرتفع سعر الدولار أكثر، ونتحدث هنا عن موازنة، ونتحدث عن رواتب للموظفين، ونتحدث عن سوق وحماية مستهلك. يعني خلي بس أقدر أخذ يعني أرجع لموضوع تتفضل. التنمية اللي تتفضل. أشار له الدكتور، يعني من جانب مجلس النواب والجانب التشريعي الحقيقة نعمل على تعديل بعض التشريعات القانونية مثل قانون الاستثمار الصناعي، عازمين على أن يكون هناك قانون موحد للاستثمار بالعراق حتى نخلص من هاي التقاطعات بين قانون التنمية الصناعية، بين قانون الاستثمار، بين قانون المدن الصناعية. عندنا مشكلة صارت اليوم بالتعليمات وبالقوانين، يعني احنا اللي علينا كمجلس نواب وان شاء الله كلجنة الاستثمار راح ندعم التوجه باتجاه القطاع الخاص، لانه هذا القطاع هو الممكن ان يستوعب الكثير من الايدي العاملة من الخريجين ومن المهندسين وباقي الطبقات الأخرى، وحتى يعني الغير متعلم ممكن يدخل إلى دورات وممكن تستوعبه. هذا جانب بالنسبة للتنمية. تبقى الخطوة الأخرى هي خطوة الحكومة، الخطوة التنفيذية من خلال يعني دعم الوزارات للقطاع الخاص وللمستثمرين من خلال قطاع المصرفي، كل هذا إذا تعاون راح تدعم هذه العجلة، عجلة التنمية الصناعية، وراح نعبر بالعراق إلى مرحلة أخرى. هذا جانب. جانب الآخر اللي هو جانب الدولار، اللي هو هسه هذه المشكلة والمعضلة الأكبر خاصة بالنسبة للقطاع الخاص. إحنا بالنسبة للدولار يعني هو من اللي يحتاج الدولار؟ الدولار يحتاج المستورد، التاجر اللي يستورد البضاعة. هذا أكو مشكلة لحد الآن ما حلت بين التاجر وبين الحكومة وبين الهيئة العامة للجمارك والضرائب. احنا لحد الآن التاجر العراقي يذهب إلى السوق إلى الصيرفات ويدفع حوالته ويجلب يعني ويجلب المواد اللي يستوردهن وما يذهب باتجاه المصرف. هذا يعني احنا لازم نلقى السبب. السبب انه هو لحد الآن ما واثق من انه ما راح يحاسب ضريبيا، ما راح يبتز، ما راح يحاسب بالجمارك. احنا قدمنا حقيقة وهاي من المقترحات دفعنا بهن الى مجلس الوزراء للاخذ بهن، وهذه المقترحات مقترحات من ناس مختصين ومن تجار بعد لقاءات عديدة، لانه هذا المشكلة بدأت تضغط. انتم تعرفون احنا يعني في قبل ايام يعني كان المجلس في العطلة التشريعية جمعنا أكثر من 83 توقيع لتكون جلسة استثنائية، رجعنا جمعنا أكثر من 50 توقيع حتى تضاف هذه الفقرة في
جلسة وما لم يؤخذ بها. يعني البارحة كان عندنا تصريح وكان عندنا جمع تواقيع هم أكثر من 80 نائب لاستضافة رئيس الوزراء واستيضاح الأسباب ما هي الحلول، لأن إحنا اليوم اكو ضغط شعبي وهذا ضغط ما جاي هيك عن الهواء. هذا هسه واحده من هذه الحلول، يعني خلينا نمنح الدقيقه الاخيره للدكتور ماجد. دكتور، يعني واحده من هذه الحلول ان تكون هنالك منصه للتداول في العمله، وهذا الموضوع حضرتك سيد العارفين راح يخلي الدولار شحيح بالاسواق، ومن المتوقع ان يرتفع الدولار. في هذا الطرح كيف تنظر؟ عزيزي، بس اقول لك مفهوم واحد ويجب الاتباع عليه. نعم. الغرض الأساسي هي ليس سعر الدولار، وهو الغرض الأساسي هو أسعار التداول في السوق، أسعار السلع والمواد الغذائية. نعم. التي يتناولها الشعب العراقي والتي يطلبها الشعب العراقي، هذه هي المسألة الأساسية. ولذلك ما دام هناك تهريب للأموال، وما دام هناك طلب غير خلي أسميه فوضوي فيما يتعلق على الدولار، واللجوء إلى الأسواق الجانبية من غير اللجوء إلى المنصة الأساسية أو البنك المركزي للحصول على الدولار، هذا سيؤدي إلى فوضى في الأسعار، وسيتم بالتأكيد التحجج بأن الأسعار السلع الاستهلاكية ناجمة عن أسعار الدولار. البنك المركزي الآن عنده إمكانية لتغطية التجار، متطلبات التجارة للقطاع الخاص أكثر من سنتين وسنتين ونص. ولذلك المسألة ليس في العجز في الدولار والإمكانيات المالية للبنك المركزي، وإنما هناك ضرورة ضبط التجارة، وهذه متطلبات دولية ومحلية. لذلك المسألة المطروحة الآن من أجل عزل سعر الصرف خارج التجارة وتوفير الأموال اللازمة للتجار من أجل الحصول على الأموال بطرق حقيقية صحيحة وبأسعار مناسبة. واضح، هذه المسألة الأساسية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكر موفور لحضرتك سيادة النائب الأستاذ حسين السعبري النائب المستقل، رافقتنا في الملفين، وشكرا لهذه الإثراءات والإيضاحات. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.